ولنقاش تفاصيل تقرير لجنة التحقيق الأممية التي أدانت الأسد على جرائمه ضد الشعب السوري ومطالبة واشنطن بمحاسبته وفق هذه الإدانة، ينضم إلينا عبر سكايب من مدينة مرسين التركية رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار الأستاذ غزوان قرنفل. أهلا بكم سيدي. تحياتي لحضرتك، أهلا وسهلا. أستاذ غزوان، كيف يمكن قراءة التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية الأممية حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا؟ يعني بالبداية بحب أكد أنه التقرير عالي المهنية وموضوعي إلى حد كبير، وهي نقطة كتير مهمة يعني في سياق تقييم ووزن الأدلة فيما يتعلق بمسار المساءلة والمحاسبة مستقبلاً. بكل تأكيد يعني التقرير عم يرصد مو فقط المنهجيات اللي عم تتم من خلال ارتكاب الجرائم والانتهاكات من مختلف القوى وفي المقدمة منها بطبيعة الحال النظام السوري، إنما عم يفند بالتفصيلات كل أنواع الجرائم التي يمارس النظام السوري على شعبه، يعني ضاربا عرض الحائط بكل يعني القيم القانونية والأخلاقية اللي بتوجب على الأقل أو بتوضع عليه مسؤولية حماية هذا الشعب، وإذ هو عم يصنف نفسه على التضاد وعلى في مواجهة هذا الشعب طوال تلك السنوات. الأهم من كل ذلك أنه ماذا يمكن أن يفعل المجتمع الدولي أمام تلك الحقائق التي دائما ما تتكرر في كل التقارير الحقوقية اللي صدرت سواء عن لجنة التحقيق الدولية أو عن لجان أخرى أو يعني عن ما ثبت ارتكابه. يعني منذ بضعة أيام كلنا اطلعنا على ما أدلى به شاهد جديد في خلال محاكمة كوبلز يعني في ألمانيا، محاكمة رموز أمنيين في تلك المحكمة. شيء صادم يعني، يقول الشاهد عن مقابر جماعية لمئات الآلاف بل ربما لأكثر من مليون شخص دفنوا بعد قتلهم تعذيبا. في هذا السياق بالحديث عن هذه الجرائم، المعذرة على المقاطعة أستاذ غزوان، أدانت اللجنة الأممية وبشكل مباشر وواضح نظام الأسد وصفة جرائمه ضد الشعب السوري بجرائم حرب، ومثل ما تفضلت هناك أمثلة كثيرة عن هذه توثيقات للانتهاكات. ما السبل القانونية لترجمة هذه الإدانة على ثقلها نترجمها على الواقع بأفعال؟ يعني لطالما هذا النظام يشعر أنه محمي بالفيتو الروسي والصيني في مجلس الأمن، فهو يطمئن إلى أن كل ممارساته لن يكون لها مترتبات وعقاب على هذه الأفعال. المشكلة لدى الطرف الآخر الذي يعني اللي هو الولايات المتحدة والدول الأخرى التي وضعت نفسها على أنها داعم لمطالب الشعب السوري. يجب على هذه الدول أن تنهض بمسؤولياتها القانونية. الولايات المتحدة هي زعيمة العالم الحر، وبالتالي يتعين عليها مسؤوليات دولية تجاه حماية المدنيين. نعم، هي ممكن رحبت، لو أمريكا رحبت بهذا التقرير. لا يكفي. لا يكفي الترحيب، يعني ماذا يفيد السوريون ترحيب الولايات المتحدة بمضامين هذا التقرير؟ يفيد السوريين خطوات عملية باتجاه تشكيل تحالف دولي لحماية المدنيين. كلنا نذكر عندما أعلن القذافي أنه سيقصف بالطيران تشكل تحالف دولي في لحظات وتم استهداف النظام الليبي مباشرة. في الوضع السوري لماذا لا يكون هناك تحالف دولي وقد دفع السوريون ملايين من الضحايا ونصف الشعب السوري أصبح لاجئا ونازحا خارج نطاق بلده؟ متى يمكن أن يكون هناك خطوات عملية تترجم يعني هذا الإعجاب الدولي بمضامين تقرير لجنة التحقيق الدولية والثني على مهنيته؟ يجب أن يكون هناك خطوات ميدانية.
ولذلك يرى البعض أن الجانبين الأمريكي والروسي اتفقا على التخلص من الأسد. ما مدى صحة ذلك؟ وإلى أي مدى تأتي هذه الإدانات الدولية والأممية في هذا الإطار، في إطار التخلص من الأسد؟ يعني بتقديري من المبكر القول أنه هناك خطوات حاسمة وقريبة باتجاه التخلص من الأسد. هلأ بطبيعة الحال لا مستقبل للأسد يعني الكتلة الأساسية من نظامه اللي نسب إلى ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لا مستقبل لها في سوريا بكل تأكيد. هذه الصفحة طويت بالنسبة للسوريين، صفحة نظام الأسد أصبحت مطوية، ولكن متى تتحقق تلك المسألة؟ هذا هو السؤال. يعني أنا أزعم أنه ليس في المدى المنظور هناك ما يمكن يعني يشعرنا أنه هناك خطوة جدية باتجاه الخلاص من الأسد. على الأقل يمكن أن يكون ذلك إن صح ما يروج عن اتفاق أمريكي روسي بهذا الاتجاه، يمكن أن يكون له تخريج في الانتخابات العام القادم فيما يتعلق بانتخابات رئاسة الجمهورية. وأعتقد أنه قد يحصل اختراق على مستوى العمل باللجنة الدستورية باتجاه إنجاز دستور قبل موعد الانتخابات القادمة. في حال اتفاق الكبار على التخلص من الأسد، كيف سيكون الدور الإيراني بعد كل ما ارتكبته طهران في سوريا؟ يعني بتقديري لن يكون هناك يعني قدرة لإيران على مواجهة قرار دولي بتقليم أظافره في سوريا. حتى على المستوى الإقليمي، يعني حتى في العراق، أزعم أنه لن يكون لها هذا الدور الذي تلعبه في فترة كانت تلعبه في فترات سابقة. اليوم ينحسر الدور الإيراني، حتى الميليشيات التي يعني هي تغذيها إيران في تلك المنطقة ستتآكل شيئا فشيء. واليوم نشاهد يعني موقف حازم من ميليشيا حزب الله في لبنان من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تفترق في موقفها عن الموقف الفرنسي الذي يحاول إعادة شرعنة وجود حزب الله ضمن البنية السلطوية في لبنان. وبالتالي أزعم أنه إذا بقي هذا الزخم الدولي الأمريكي تحديدا باتجاه تقليم أظافر إيران، فسيكون ذلك محققا في سوريا والعراق. شكرا جزيلا لكم رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار الأستاذ غزوان قرنفل، كنت معنا عبر سكايب من مدينة مرسين التركية.